الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. بررت الحكومة في العراق تردي الخدمات العامة بعدم وجود التخصيصات المالية اللازمة، وقالت إن هذا التراجع أمر طبيعي بحسب تعبيرها. وقال مستشار وزارة الإعمار والبلديات العامة أحمد إسماعيل إن كثيرا من المشاريع توقفت بسبب غياب التخصيصات المالية، وهو ما سيجعل موازنة 2021 تركز على إنجاز تلك المشاريع الاستراتيجية والمهمة، لكن الأولوية ستكون للمشاريع المستمرة منها، مضيفا أنه سيتم تحويل عدد من تلك المشاريع إلى المحافظات للشروع بتنفيذها من تخصيصات موازنة التنمية. قال مصدر برلماني إن أكثر من 400 مليار دينار عراقي ستصرف دفعة واحدة لجماعة رفحاء، وأوضح هذا المصدر أن رواتب جماعة رفحاء المتراكمة خلال 10 أشهر تبلغ أكثر من 400 مليار دينار عراقي ستصرف بأثر الرجعي في المرحلة القادمة، مؤكداً أن إصلاحات الكاظم الاقتصادية عبارة عن دعاية انتخابية فقط. وأضاف المصدر أن مجلس النواب هو من منح صلاحية صرف تلك الرواتب بمساعدة رئاسة المجلس التي تتحمل مسؤولية تبديد هذه الأموال والتمييز الواضح بين مواطن وآخر. كشف قائم مقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 20% داخل أسواق المدينة، وقال الحيالي إن خفض سعر الدينار العراقي كان نقمة على الفقراء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة المستوردة منها، في وقت تعيش فيه 35% من الأسر تحت خط الفقر. وأضاف الحيالي إن قفزة جديدة حدثت في أسعار المواد الغذائية مؤخراً بنسبة 20%، ما أثر كثيراً على الأسر المتعففة والفقيرة وذوي الدخل المحدود، وصعب من وضعهم المعيشي الذي يعاني أصلاً من انتكاسات اقتصادية. أعلنت حكومة الكاظمي حجب مفردات البطاقة التموينية عن مجموعة من الفئات ابتداءً من شهر حزيران المقبل، وقالت مصادر حكومية إن قرار الحجب يشمل أفراد الأسر غير المتزوجين الذين يزيد دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار، والمقاولين والمصنفين حتى الدرجة السادسة وأصحاب الشركات والمسجلين في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية والصناعات حتى الفئة الثالثة واتحاد رجال الأعمال ونقابات الأطباء والأسنان والصيادلة. وأضافت المصادر أن من بين المشمولين بالحجب الأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي أكثر من 18 مليون دينار سنوياً، والمسافرين خارج العراق لمدة تزيد عن 3 سنوات، والمقيمين خارج العراق ونزلاء السجون المركزية والمتوفين داخل السجون والمنتمين للتنظيمات الإرهابية والهاربين من القضاء والعرب والأجانب واللاجئين باستثناء الفلسطينيين. قالت السلطات المغربية إن عدد الوافدين إلى المغرب تراجع بنسبة 78.9% منذ نهاية شهر تشرين الثاني 2020، وأضافت السلطات أن هذا التراجع قابلته زيادة بنسبة 5.3% خلال عام 2019، موضحة أن مداخيل السياحة تراجعت بنسبة 53.8% سنة 2020 بعد ارتفاع بنسبة 7.8% عام 2019، ما يمثل خسارة بقيمة 42.4 مليار درهم مغربي، ما يعادل 4 ملايين دولار أمريكي. قالت منظمة الأمم المتحدة إن وباء كورونا كبد الاقتصاد العالمي خسائر تتجاوز 10 تريليونات دولار، وأضافت المنظمة أنه رغم احتمال نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4.7% فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بنحو 10 تريليونات دولار عما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحدث جائحة كورونا، بما يعادل ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.